اهلا بكم مشاهدينا الكرام، لسه متواصلين معاكم في حضرة مساء الجمعة. معانا طفلة صغيرة عمرا لكن ما شاء الله عليها عندها مواهب كثيرة متميزة في مجالات عديدة. السوشيال ميديا اصبحت هي لغة العصر بالتأكيد الكبار والصغار. والليلة معانا لمار أسامة، يوتيوبر صغيرة كده، حتحكي لنا عن مسيرة من الانجازات والحاجات الجميلة. يا محمد، اكيد لامار اختارت انها هي تعمل قناة في اليوتيوب تحكي عن السيرة النبوية. لامار ما بس بتعمل القناة بتاعت اليوتيوب، ولكن عندها الكثير من المواهب المتعددة، حنتعرف عليها معاها. لامار مساء الخير، سعيدين الليلة بوجودك معنا في قناة البلد. أنا اسمي لامار أسامة وعندي قناة في اليوتيوب، القناة بتتكلم عن السيرة النبوية والمعلومات العامة. افتتحتها لأنه معظم الأوقات كان هو الطفل بيشاهد أشياء كثيرة لكن ما لها داعي، يوتيوب وتيك توك وكده، فحبيت أقدم محتوى هادف للطفل عشان يتعلم، وفتحت القناة وقدمت المحتوى بتاعي. انت براك كده قررتي انك عايزه تعملي قناه في اليوتيوب تتكلم عن السيره النبويه لانك شاهدتي في محتويات كثيره الناس بتشاهدها يمكن تكون ما كويسه، فانت براك قررتي تعملي الحاجه دي ولا في زول في الاسره ساعدك؟ انا قررتها. انت براك قررتي تعملي الحاجه دي. طيب لما انشات القناه كان فيها موضوعات كثيره ولا بس بتتكلمي عن السيره النبويه بس؟ لما انا انشات القناه كنت عايزه أخليها للسيرة النبوية وللمعلومات العامة وللصحابة وكده. بتجمع المحتوى براكي بتاع السيرة النبوية ولا في زول بيساعدك ولا بتعمل شنو؟ بجمعه براي لأنه أنا ببحث وبكتبه بكتبه يعني بلخصه وبقدمه. طيب بس يعني احنا المولد قرب زي ما انت عارفة، اكيد حتكون عندك ماده جهزتيها وعديتيها للمناسبه دي، احكي لنا عنها برضه. انا لسه ما خططت لها لكن حخطط لها ان شاء الله. يعني حاطه في راسك انه في حاجه زي دي سمحتي بها وانه قريب صح؟ المفروض تجهزي. خططت لانه احكي قصه الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب بتصوري براك ولا بتعملي شنو؟ كيف بتسجلي المحتوى ده؟ بسجل المحتوى، بفتح برنامج انيميشن، برسم الصور كلها، لما ارسمها بمشي لتسجيل الصوت وبسجل الصوت وبحط الصوت مع الفيديو، احفظه وبعدها انشره. تمام. طيب نشوف نموذج يا محمد نشوف الحاجات اللي انت بتقدميها يا لمار. صح. الله تعالى وبركاته، اليوم سنحكي لكم قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ولد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل قبل 53 سنة من هجرته من مكة إلى المدينة، ما يوافق سنة 570 أو 571 ميلاديا. واثنان قبل هجرته ولد يتيم الأب وفقد أمه في سن مبكرة، فتربى في كنف جده عبد المنطلب، ثم من بعده عمه أبي طالب، حيث ترعرع وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي ثم التجارة. وإلى اللقاء في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم يا أصدقاء، اليوم سأحكي لهم قصة جميلة، لكن قبل هذا كله أنتم كلكم أو معظمكم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، لكن لماذا يسمى بعام الفيل؟ لأنه كان يمكان في قديم الزمان كان هناك ملك شرير يدعى أبراهام، كان ملكا للحبشة، ولكن في يوم أتى إليه مساعده وقال له: سيدي، الأشخاص أصبحوا يذهبون للكعبة ويقولون أنه بيت الله. فقال إبراهام: لا، أنا سأبني بيتا أكبر من الكعبة، وهو سيشتهر بكل تأكيد. وفعلا إبراهام بنى البيت، ولكن البيت لم يشتهر أبدا، ولدرجة هذا كان هناك شخص قد قضى حاجته فيه للإهانة، ولكن إبراهام بكل تأكيد لم يسكت وشعر بالغيظ، وبعدها قال: سأدمر الكعبة. وفعلا قال لمساعده: أحضر أكبر الأفيال.
وأكبر الجيوش فعلا اتجه نحو الكعبة، وكان في المقدمة فيل كبير جدا. لكن عندما وصلوا للكعبة الفيل فجأة توقف وبدأوا يضربونه ويضربونه ويضربونه، ولكن الفيل لم يتحرك ولم يتحرك. وبعدها فجأة جاءوا طير الأبابيل يحملون حجارة من سجين، وحجارة من سجين معناها حجارة حارقة جدا وساخنة. وبعدها بدأوا يرمونها ويرمونها حتى قضي على جيش إبراهام، ومنذ ذلك الوقت يسمونه بعام الفيل. وبعد 50 يوما على ما أعتقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعدها سموا ذلك الوقت بعام الفيل. وإلى اللقاء يا أحلى أصدقاء، وكانت معكم تمار أسامة. دعوا اللايك واشتركوا بالقناة ويدعموني. باي. لمار، الرسومات دي بترسمها انت بنفسك؟ بتسجل الصوت؟ ايوه. بتحفظ القصة ولا بتقرأها من ورقة؟ بحفظها. بتحفظيها؟ ايوه. لمار عندك كم عدد متابعين؟ متابعينك كم؟ 48 مشاركة. قاعدين يتفاعلوا معك؟ تتفاعلي معاهم كده؟ بيقدموا لك مقترحات لحلقات جاية؟ انا ما فاتحة الكومنتات لانه قالوا انه عمري لسه صغير على الكومنتات في اليوتيوب. حلو. طيب انا لاحظت ما شاء الله انه قرايتك سليمة، يعني حتى نطق الحروف والحاجات دي، منو اللي بيعلمك تقري بطريقة صحيحة في البيت؟ يعني ماما ولا بابا ولا منو؟ تعلمت براك. بتجهز المادة براكي وبتظبطي طريقة قرايتها وحاجاتها وتفاصيلها كلها؟ طيب لما ردود الأفعال كانت شنو لما وريتي الفيديوهات دي لناس البيت، صحباتك في المدرسة كده؟ عجبوهم شديد. التعليقات كانت شنو؟ قالوا لك شنو؟ قالوا انها حلوة وكده. ما قالوا عايزين يخشوا معك في البرنامج ده برضو صحباتك؟ ولا ما عندهم فكرة زي دي؟ طيب الأساتذة في المدرسة برضو بيساعدوك بيوجهوك كده؟ أنا ما وريت الأداء الأساتذة لأنه ما بديت قبل جدا. أنت بديت متين البرنامج ده؟ زي شهري 7 أو حاجة زي دي. شهري 7 على ما أعتقد. قريب يعني 7 أو 8. طيب الثاني اللي قدام عايزة تواصلي في نفس الموضوع بتاع السيرة النبوية ده، ولا عندك حاجات تانية برضو عايزة تقدمي فيها؟ حواصل في الموضوع إن شاء الله. شايف في حاجات حلوة جنبك بترسمي في الدفتر بتاع الرسم ده؟ أيوة. رسوماتك يا سلام. أرفع بس لفوق كده الكاميرا الجهة الثانية. أيوة. دمي يا لمار، دي انتي؟ تحت شوية. أيوة. دي رسوماتك. يا سلام. نظام حرسوماتك احسن لنا. دي بتسرح ولا بتعمل في شنو؟ يا ده تصنع دم. طيب الجنبك ده شنو يا لمار؟ دي شنو دي؟ دي دم يا صنعتها. اسمها منو؟ ليلى. نور؟ ايه. دي عملتها انت؟ ايه. ايوه كويس، يعني عندك برضو الموهبة بتاعت القماش دي. ايه. دي تعلمتها من وين وعملتها كيف؟ عملتها براك. ولا براك كده؟ براه. ما في زول ساعدك من ناس البيت؟ لا. كده تذكري شوية. ما في زول كده خيط معاكي حاجة ولا اداكي ألوان رسمتي بيها قال لك اللون ده ما عاد حلو، أو جاب لك الفستان ليها مثلا؟ الفستان لقيت صايف في غرفة دي. طيب برضو من الحاجات الحلوة أنا شايفة في ميداليات، برضو احكي لنا الميداليات دي بتاعت شنو؟ شاركت في بطولة الساحل الكردي. فزت بالمركز الثاني. فزت بالمركز الثاني؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. بتلعبي كاراتيه؟ يا حزام؟ الاخضر.
تمام، فضل لك كم كده على الأسود؟ 3 و4. يعني المرة الجاية لما تجينا حتجي بميدالية ذهبية إن شاء الله. إيه إن شاء الله. طيب أنت قبل ذكرتي إنه عندك أخوك برضو يوتيوبر، عنده قناة في اليوتيوب برضو، قاعدين تتنافسوا على الحاجة دي، إنه مين عنده متابعين أكتر، أنا ولا أنت، ولا عادي ما في اختلاف؟ ما خلاف. ما طيب ما قاعد يساعدك؟ لا هو يعني، لكن عندي أخوي برضو هو يعني علمني الأنيميشن والرسوم المتحركة. بتقري في سنة كم أنت يا لمار؟ الصف الخامس. خامس؟ إيه. أهو كيف القراية مع قناة اليوتيوب ومع التصميم ومع الرسم ومع الكاراتيه، بتنظم وقتك كيف؟ الكاراتيه كنت أنا طولت منه، لأنه كان عندي كان عندي امتحانات وقراية وكده دي، فوقفته في الإجازة ما مشيت، لأنه كنت يعني قاعدة في البيت، كنت قاعدة أنظم وقتي يعني، فهمت؟ فبعدها يعني المدرسة لما تفتح أنا حوقف اليوتيوب، لأنه المدرسة يعني هسي بعد شوية المدارس هتفتح بعد كم يوم كده، يعني تاني نشاطك في اليوتيوب حيقل، لكن الرسومات حتكون مستمرة، حترسمي لأنه الدفتر اوريدي حيكون معاك في المدرسة يعني. هتوقفيها مؤقتا ولا كل فترة برضو حترجعي تواصلي، ولا حتوقفيها لحد ما العام الدراسي ينتهي؟ حوقفها لنهاية العام الدراسي، لأنه في العام الدراسي ما بقدر يعني أشيل التليفون، لأنه لازم أركز على القراية أكثر. بتحلمي تبقي شنو لما تكبري يا لمر؟ دكتورة. دكتورة؟ بعدين يعني حتقدمي لنا محتوى في مجال الطب والأمراض وكده بعد ما تكبري شوية، حتقومي تغيري مجالك من كده لكده إن شاء الله. عندك علاقة بالتقديم التلفزيوني، قاعدة تقدمي في المدرسة في كده؟ إيه. طيب أنا قبلت وقحت لما محمد سألك عايزة تبقي شنو، تخيلت حتقول له مذيعة ولا الحاجة دي بس في المدرسة وخلاص؟ المدرسة يعني غير التطور، ما بقدر أمسك المايك وأتكلم. نعم. لمار نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في قناتك بتاعت اليوتيوب وفي مواهبك الجميلة الرسم وبرضو تصميم الألعاب بالقماش وفي الرياضة برضو في الكاراتيه، تصاحب الحزام الأسود وأي رياضة تانية وبرضو تحققي حلمك إنك في المدرسة برضو كمان طبيبة. شكرا لك كثير، فرحنا شديد بأنك تكون معنا اليوم. شكرا. شكرا جزيلا. طيب دي لمار وهذه الطفلة الجميلة وهذه الموهبة الكبيرة، بنتمنى لها التوفيق، ربنا يحفظها إن شاء الله. هنواصل معاكم تسنيم، لسه رحلتنا مع السادة المشاهدين مستمرة، خليكم معنا.